يبقوا لان كنشوفوا لاجئين من دول اخرى، كنشوفوا دابا اللاجئين في عدد كبير تاع الدول كيجوا من دول اخرى كتقدم المساعدات من دول اخرى ومن جمعيات فيها الماء والضوء وكل شيء. يعني هاد الناس رعايه ديال صاحب الجلاله، وحنا خاصنا نعطيهم الدعم الممكن وغادي نعملوا ما امكن ونعملوا المستحيل باش نحاول نعاونهم في هذا البلد. الاشكاليه اللي عطلت هذه النقطه هو واحد الاشكاليه ديال الاتفاقيه اللي كتلقاها هي النقطه 4، لان هذه متعلقه بالنقطه الثالثه، لان المشكل ماشي مشكل في الهيكله، مشكل في التمويل، لان عملنا نصيب على البلان ونصيب كل شيء، البلان ما كيتصادقش عليه في النهائي الا ملي كيجي واحد الورقه ديال الاراضي فيها الماء والضوء. هذيك الورقه واخا نصيبوا احنا البلان، هذيك الورقه ديال الماء والضوء كيمشي عند الاراضي كيقول لك كاينه امكانيه الربط، عاد كيدوز البلان. كاين بعض الناس اللي عندهم امكانيه الربط، وكاين بعض الناس اللي بعاد ما عندهمش امكانيه الربط. كاين اللي غتجي تقريبا 5000 درهم في المساهمه ديالو، وكاين اللي غتجي 20 مليون ولا 30 مليون في المساهمه ديالو. لهذا كان خصنا نديروا واحد العمليه تشاركيه ندخلوا فيها المستفيدين على كيف اتفاقيه شنو هذا اتفاقيه الاطار، ما كاينه اتفاقيه اللي غتكون مفهومه، لان واخا نبغوا نديروا العمليه نعطوا لهذا الضوء راه واحد هذه البوطو واحد بعيد من البوطو بكيلومتر. يعني هذا اللي غيدخل الضوء يدخلوا به 3000 درهم ولا 4000 درهم، هذا خصو يدخلوا به 20 ولا 30 مليون، يعني من سبع المستحيلات. قلنا غنديروا باش نحيدوا من جميع المزايدات لماذا تأسس هادو المواطنين، خاصنا نبقاو لهم الحلول ديالهم بحال كنمثلوهم. قلنا غنديروا هاد النقطة وناخذوا فيها الجرعة، وتنظن أنه راه غتشوفوا راه كاين الإخوان كتعرفوا على الصعيد الوطني، كاين اللي كيعرف واحد في طنجة، كاين اللي كيعرف واحد في فيكي، كاين اللي كيعرفوا في النادر، كاين اللي كيعرفوا في الدار البيضاء، كيعرفوا في جديدة، يعرفوا في الصويرة. سولوا واش شي مجلس خدا شي مبادرة ديال الهيكلة؟ أبدا، أول مجلس كيبدا المبادرة. وكنظن انه كنشكر جميع الاعضاء وجميع التيارات السياسيه المكونه للمجلس على المسانده التامه ديالها في هذا الباب. وكنستغل المناسبه باش نشكر السيد الوليد لان هو عطانا واحد النفس باش حنا ننطلقوا ان شاء الله. الهيكله هي يعني مراحل باش نعرفوا الهيكله اشنو الهيكله. وبدايه المراحل هي هذه تاع اليوم. وما يمكنش انك تبدا اي مرحله الا ما بديتيش من البدايه. المراحل تاع الهيكله البدايه ديالها هو قرار تاع المجلس اللي كيبقى قرار سيادي، كاين فيه للاسف الشديد هذه العمليه تاع الهيكله فيها المتدخلين من الهيكله من كتبدا العمليه.